نكمل موضوع التورشن في الأعمدة الدائرية. هنفتكر الأول ايه أهم الحاجات اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. احنا قلنا ان التورشن عبارة عن شكل من أشكال الشير، لأنه هو بيسبب استريسز ممسة أو تنجنشيال للكروس سكشن بتاعنا. فبناء على كده كنا استنتجنا ان التورشنال مومنت أو التورك طبقا للشكل اللي قدامنا بيساوي تكامل رو تاو دي اي، حيث رو بالنسبة لي عبارة عن المسافة من أول نقطة السنتر بتاع القطاع لحد أي نقطة وقع على السيرفس بالشكل ده. تاو هنا هي الشير ستريس، ودي اي هي مساحة الإليمنت اللي احنا بندرسه. قلنا كمان ان الديفورميشن اللي بيحصل نتيجة التورشن بيبقى عبارة عن انجل اسمها فاي، بنسميها الانجل اوف تويست، اللي هي الزاوية اللي لف بيها القطاع. يبقى انا عندي قطاع نتيجة لحدوث تورشن عليه لف بزاوية مقدارها فاي، بنسميها الانجل اوف تويست، وهي دي الديفورميشن بتاعنا اللي حصل. قلنا ان الفاي دي بتبقى بروبورشنال لللينث بتاع الشافت، وبروبورشنال كمان لقيمة التورشنال مومنت المؤثر. بالنسبة لي السترين اللي بيحصل عندنا، السترين هو عبارة عن الزاوية جاما، والزاوية جاما دي اللي هي عبارة عن الزاوية اللي حصلت بعد ما الخط بي او اي بي لف بقى اي داش بي بالشكل ده. فنتج عندي زاوية اسمها جاما. الزاوية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن السترين اللي حصل عندنا. وقلت استنتجنا من علاقات هندسية بسيطة ان اي داش بتساوي ال في جاما من خلال المثلث ده اللي هو اي داش بي، ان دي اي داش بتساوي ال في جاما، وفي نفس الوقت اي داش بتساوي رو في فاي. وبناء عليه نقدر نقول ان جاما بتساوي رو في فاي على ال، ودي علاقة عندي بتربط لي ما بين السترين وما بين الديفورميشن. يبقى قيمة السترين بتساوي فاي الديفورميشن مضروبة في رو نص القطر لحد النقطة اللي بحسب عندها على ال اللي هو طول الشافت. وعندنا هنا زاوية جاما وزاوية فاي، الاتنين بيقاسوا بالريديانس. تمام كده. طيب عندي هنا في الحالة دي معنى الكلام ده ان اقصى قيمة سترين بتحصل لما بتكون رو عندنا بتساوي قيمة سي اللي هي نص القطر، يبقى الجاما ماكسيموم بتساوي سي فاي على ال. ونقدر نستنتج من كده ان العلاقة ما بين المسافة من نص السنتر لحد اخر نقطة بره السترين عندي بتزايد بشكل خطي، فبالتالي نقدر نقول ان هي عبارة عن خط مستقيم. يبقى من كده نقدر نستنتج ان قيمة السترين عند اي نقطة وقع على السيرفس عندي موجودة على مسافة رو بتساوي رو على سي في جاما ماكسيموم اللي هو قيمة الماكسيموم سترين. اتكلمنا كمان على الشيرينج ستريس، وقلنا ان طالما الماتيريال عندي بتخضع لقانون هوك يبقى الستريس بيساوي جي في السترين، وجي عندي هنا الشير مودولس او المودولس اوف ريجيديتي بتاع الماتيريال. كمان استنتجنا ان بنفس المنطق قيمة التاو عند اي نقطة وقع على السيرفس عندي بتساوي رو على سي في قيمة التاو الماكسيموم، يعني برضو الاستريس عندي بيتزايد بشكل خطي من اول نقطة السنتر لحد اخر نقطة عندي موجود على البريمتر او المحيط الخارجي للقطاع بتاعنا. لما بيكون عندي القطاع هولو بالشكل ده باستخدام القانون ده نقدر نوصل لان التاو مينيموم اللي هي قيمة الاسترس عند نص القطر الداخلي بتساوي سي 1 على سي 2 مضروبة في تاو ماكسيموم اللي هو الاسترس على نصف القطر الخارجي. كمان استنتجنا ان التورشنال مومنت العلاقة ما بين بقى الاسترس وما بين التورشن، ان قيمة التورشن هو اللي بيساوي التاو ماكسيموم مضروبة في جي على سي، او ان التاو ماكسيموم اللي هو الماكسيموم شير ستريس بيساوي سي في تي على جي. وطلعنا من هنا ان تاو عند اي قطاع هتساوي تي في رو على جي. جي عندنا هي البولر مومنت في انرشيال، وكان عبارة عن اي اكس بلس اي واي، يعني القطاع الدائري بيساوي نص باي سي اس 4. لما بيكون القطاع عندي هولو بانر ريديوس سي 1 واوتر ريديوس سي 2 يبقى البولر مومنت في انرشيال عبارة عن نص باي في سي 2 باور 4 ماينس سي 1 باور 4.
الحاجة اللي احنا عايزين نعرفها بقى هي ازاي بنحسب قيمة الانجل اوف تويست لما بكون within الالاستيك رينج. الانجل اوف تويست اللي هي الفاي، عايزين نعرف لو احنا عايزين نحسب الفاي بنحسبها ازاي. احنا عندنا هنا الشافت بتاعنا لف بزاوية او لف بمومنت اسمه تي، ونتج عن كده زاوية اسمها فاي، ونتج عندي سترين اسمه جاما. وجاما هنا ليه جاما ماكسيمم؟ لان دي جاما موجودة عند ايه؟ عند رو بتساوي سي، يعني عند ابعد نقطة عن نقطة السنتر، فديت هي الماكسيمم جاما عندنا. لسه قايلين ان جاما ماكسيمم بتساوي سي في فاي على ال. طيب احنا اتكلمنا او بنقول ان احنا بنجيب الانجل اوف تويست في الالاستيك رينج. الالاستيك رينج معناها ان قانون هوك شغال معانا، وطالما ان قانون هوك شغال معايا يعني الاستريس بيساوي جي في الاسترين، او الاسترين بيساوي الاستريس على جي. تمام، يبقى انا دلوقتي بمعرفتي بالقانون ان تاو ماكسيمم بيساوي سي في تي على جي، اقدر اقول هنا ان جاما ماكسيمم ديت اللي هي بتساوي تاو ماكسيمم على جي، اقدر اشيل من هنا تاو ماكسيمم واحط مكانها سي في تي على جي، يبقى جاما ماكسيمم بيساوي سي في تي على جي في جي. يبقى عندي هنا جاما ماكسيمم مره بتساوي سي في فاي على ال، ومره بتساوي سي في تي على جي في جي. يبقى استنتج من هنا ان سي فاي على ال بتساوي سي في تي على جي في جي، والسي هتروح مع السي، هطلع منها ان فاي بتساوي تي في ال على جي في جي. والكلام ده تاني بنقول ان هو طول ما احنا شغالين في الالاستيك رينج. يبقى تاني نعرف البارامترز عندي. الانجل اوف تويست اللي هو ديفورميشن بيساوي التورشنال مومنت تايمز اللينث اوف شافت مقسوم على جي اللي هو المودلس او الشير مودلس، في جي اللي هو البولر مومنت اوف انرشيا للقطاع. برضو هنا فاي لما بنيجي نعوض عنها بنعوض عنها بالريديانز. واضح هنا بالنسبة لي ان العلاقة علاقة طردية ما بين الفاي وما بين التي. لو انا جيت قلبت القانون بحيث ان انا اخدت التي في الناحية التانية، يعني تي بتساوي جي في جي على ال في فاي. معنى الكلام ده ان احنا لو اخدنا هنا حطيناها في او عملنا لها اختبار تورشن، قسنا طول الوقت قيمة التورشنال مومنت وقسنا قيمة الفاي المناظرة ورسمنا علاقة، طالما الماتيريال عندي ما وصلتش لليلد هتبقى العلاقة دي عبارة عن علاقة خطية. يبقى لو احنا رسمنا العلاقة ديت ما بين التي وما بين الفاي، هيبقى ميل الخط بالنسبة لي هو عبارة عن جي في جي على ال. طبعا جي في جي على ال احنا عارفين هنا جي للعينة بتاعتنا، عارفين ابعادها فنقدر نحسب الجي بتاعتها، عارفين ال بتاعتها، فمن هنا نقدر نحسب المودولس اوف ريجيديتي للماتيريال بتاعتنا. يبقى دي طريقة من طرق حساب المودلس اوف ريجيديتي لماتيريال معينة، ان نقدر نحسبها عن طريق اختبار تورشن في مرحلة الايه الالاستيستي. طيب نكمل الامثلة اللي عندنا. المثال رقم 4 بيقول ان احنا عندنا هولو سيلندريكال ستيل شافت طوله 1.5 متر، الانر والاوتر دايمترز على الترتيب 40 و60 ملم. مطلوب عندي حاجتين، اول حاجة اقصى قيمة تورشنال مومنت يأثر عندي بحيث ان الشير ستريس ما يتعداش 120 ميجا باسكال. تاني حاجة الكورسبوندينج يعني المقابل الكورسبوندينج مومنت مينيمم فاليو اوف شيرنج ستريس ان ذا شافت. بالنسبة لي المطلوب الاولاني هنستخدم قانون العلاقة ما بين المومنت وما بين الاسترس، ان المومنت بيساوي الاسترس في جي على سي. طب احنا هنا عارفين ان سي اللي هي عشان نجيب بقى ماكسيمم، يبقى اكيد السي عندي اللي هي السي الكبيره اللي هي عباره عن 30 ملم. وانا عندي التاو ماكسيمم جيفن لينا، يبقى ناقص اننا نحسب قيمه الجي. الجي عندي عباره عن نص باي في سي 2.4 ناقص 1.4 اللي هي تطلع لنا بالرقم ده متر اس 4. لما اخد الكلام ده واعوض بيه في القانون ده هيطلع لنا قيمه التورشن بيساوي قيمه الجي اهي حسبناها في التاو ماكسيمم اللي هي 120.6 باسكال، حولناها من ميجا باسكال لباسكال، من هنا ضربناها في 10^6، والباسكال هنا وحدة نيوتن على المتر التربيع مقسومة على سي اللي هي 0.03 متر. وما ننساش هنا ان احنا بنعوض بنص القطر مش بالقطر كامل، هيطلع لي قيمة التورشن 84 كيلو نيوتن متر. طبقا للتعويض في المعادلة في القانون ده الوحدات اللي هيطلع لي بيها المومنت هتبقى عبارة عن نيوتن متر، بس احنا هنا قسمناها على 1000.
المطلوب التاني عايز الكورسبوندنج مينيموم ستريس. المينيموم ستريس عندي موجود فين؟ موجود عند السيرفس الداخلي للشافت بتاعنا. واحنا عارفين القانون اللي بيربط الكلام ده ببعضه، نعرف ان المينيموم ستريس بيساوي سي واحد على سي اتنين في الماكسيموم ستريس. عندي سي واحد باتنين من مية، سي اتنين بتلاتة من مية، والماكسيموم ستريس عندنا بيساوي 120، يبقى المينيموم بيساوي 80 ميجا باسكيل. المثال اللي بعده بيقول عايزين قيمة التورشن اللي المفروض يؤثر على الشفط ده بحيث ان هو يسبب لنا تويست انجل مقدارها درجتين، وجيفين لنا ان جي اللي هو شير مدرس بيساوي 77 جيجا باسكيل. احنا هنا هنستخدم القانون بتاع الفاي، قانون الفاي اللي فاي بيساوي تي في ال على جي في جي. احنا الجي حاسبينها المرة اللي فاتت، الجي جيفن في المسألة الطول متر ونص، التي ده المجهول بالنسبة لي، والفاي جيفن ليه انها بدرجتين، يبقى معنى الكلام ده ان تي التورشنال مومنت بيساوي جي في جي على ال في فاي. ما ننساش ان الفاي جيفن لينا انها ب درجتين، طبعا ادي الجي محسوبة من المثال اللي فات، انما الفاي لازم تكون بالريديانز زي ما اتفقنا، فبنضربها في باي على 180 او 2 باي على 360 عشان تتحول للريديانز. ومن هنا نقدر نحسب قيمة التورشنال مومنت اللي هو بيساوي 1.8 كيلو نيوتن متر، يبقى 1.8 كيلو نيوتن متر هو قيمة التورشن اللي يقدر يسبب لي دوران او ديفورميشن مقداره درجتين في الشفط اللي قدامنا ده. طيب المثال الاخير بيقول لنا ايه هي قيمة الانجل اوف تويست، يعني ايه هي الفاي اللي هتسبب لي شير ستريس مقداره 70 ميجا باسكال على الانر سيرفيس اوف ذا هولو ستيل شافت، على السطح الداخلي للهولو ستيل شافت. يبقى احنا هنا محتاجين ستريس مقداره 70، مؤثر فين؟ مش مؤثر بره، مؤثر داخليا، يعني يبقى احنا كده بنتعامل مع نصف القطر الداخلي مش نصف القطر الخارجي. احنا هنا عايزين حاجة توصلنا او توصل لنا ما بين الاسترس وما بين الفاي اللي هي الديفورميشن. اول حاجة انا هوصل من الاسترس للسترين، انا عندي المينيموم استرس، المينيموم سترين بيساوي المينيموم استرس مقسوم على جي. طبعا الاسترس المينيموم احنا حاسبينه في المثال رقم 4، كان 4 4، فبيساوي 70 مقسوم على جي يطلع 919 اس سالب 6. يبقى ده عبارة عن مين؟ عبارة عن قيمة المينيموم سترين اللي حصل عندي في الشفت. المينيموم يعني ايه؟ اللي حصل عندي على السيرفس الداخلي. طيب انا عندي القانون بيقول ان جاما اللي هو السترين بيساوي رو في فاي على ال، يبقى معنى الكلام ده ان انا عندي جاما مينيموم بتساوي سي 1، الرو هنا هتبقى هي سي 1 في فاي على ال. هقدر من هنا اطلع ان قيمة فاي بتساوي ال في جاما مينيموم على سي 1، اعوض في القانون ده، يبقى قيمة الانجل بتساوي الطول اللي هو بيساوي 101.5 متر، حولناه هنا بالملي، في جاما مينيموم اللي احنا حسبناها مرة خلاص هي 919 سالب 6 على سي 1 اللي هو 20 ملي، هيطلع لي 68.2 × 10^-3 ريديانز. لو احنا عايزين نحولها بالديجريز هتبقى الفاي عندي عبارة عن 68.2 × 10^-3 مضروبة في 360 على 2 باي او 180 على باي، يديني 3.9 درجة.